هاي مابن، هاي، كيفك؟ منيحة. زعلانة؟ متفاجئة؟ لا ابدا. كنت مستنظرة هالشي؟ بتعرفي انه بالبرايم ما غنيت منيح؟ بعرف هيدي شغلة اهم شغلة عم بتكون سبب النومينسيون هي البرايم، اكيد. وبننطر ساعتها التحليق بالايفال، يعني بدك تعملي يا لطيف لتقدري تعوضي عن البرايم. عملت بالايفال عادي، الفكره كانت حلوه ما بها شيء، بس الغنى كمان كان عادي. ما بعرف شو ارجع عدلك اللي قلت لك اياه نهار السبت عن البرايم. انت بتعرفي شو صار امبارح؟ كنت احسن، بس انا بالنسبه لي غليت كثير قليل، فما عطيتيني وقت انه اسمعك اكثر. ما بعرف ليه وقفتي، بس انه منا مشكله، كان احسن من البرايم، بس انا بعد بدي اكثر. سي نورمال بعمرك الصوت يكون بده وقت اكثر من حدا غيرك اكبر منك او شاغل على صوته اكثر او عنده اكسبيرينس ميوزيكال اكثر. اوكي، شدي حالك منيح، نحن كلنا معك، وبتعرفي قد ايه نحن وي تراست يور تالنت وقد ايه بنحبك. بدي اياكي تعملي الايفور انك تركزي على صوتك اكثر، ضلك تحافظي على الطبقه، تسيبي نوتاتك العاليين اريح، ونشوفك احلى شيء هالبرايم. ميرسي. الوغ مابيل، يعني اليوم امبارح حكينا واول امبارح وكل شيء، دائما عم نحكي هيدا المشكله، مش منا مشكله، بس انت بتنجحي الونغ تيرم، وانا سمعت كمان عندك طموح كثير حلو تتروحي ل اوتخمير، وانا مبسوطه لك كثير كثير كثير، لانه انت رح تنجحي بحياتك. بس برجع بذكرك الونغ تيرم بده يكون نفسك طويل، اوعك تقولي ما بقى بدي، لانه انت بتوصلي. ميرسي، موفقه حبيبتي. ميرسي، باي. بونسوار. هاي انيس، كيفكم؟ كيفك؟ تمام. زعلان كثير؟ طيب، بلشت بشكل انهزامي، مستسلم، منهزم، انه انا عملت ايفال التاسع ما كان منيح وكان بدي غني وغنيت، وبعدين رجعت قلبت وغنيت شيء تاني ما فهمناه. يعني كان الايفال مش انيس، مساقه بانه البرايم كمان كان اقل شوي من انيس. فهمت علي كيف؟ يعني ساقبت القصه على بعضها نسبه للباقيين، قديش غلطوا قديش ما غلطوا. طلع انه انيس يعني لو الإيفال كان شادد هيك كان أني زمط عادي مثل كل مرة، كان من التلاميذ اللي كانوا منيح بالكل الأسبوع. هلا أنا بالنسبة لي المشكلة كانت الإيفال مبارح، يلي هي جاي إنه بدك تعوض عن الإيفال اللي قبل. ومدام كلوديا أدي الإسانسيال، يعني هو يأو في تناقض، إنه مش مفروض تحكينا عن الإيفال 9 أو 8 لما أنت هيدا الموضوع كسوجي تبع الإيفال أنت ظهرت من الأكاديمي وأنت صرت على إنستغرام. شوفوا الشغله الثانيه، بصراحه ما فهمت ابدا لما برمت الكادر وظهرت عم بتغني، جي با دو تو كومبري لا شو ولا ليش ولا الموضوع. يعني وبالعكس، يعني لما غنيت عربي بور اون فوا، يعني انت دائما بتغني اجنبي وتعودنا عليك، حسيت انه سيتي انتريسان او نيفو دو شان، على القليله هيك انه بالغنى في شيء انتريسان، بس كان كمان عم بيهرب، ما كان، ما لقطته انا، ما عرفته. فديكو نحن هلا فريمون اون ريغارد لي ديتاي، يعني كله تفاصيل، نحن بنشوف على التفاصيل. وهالمره كنت انت اقل من غيرك، سأريف سي با غراف. اوكي، سي كلير، اوكي، ميرسي. انا بدي اقول لك شغلتين، يعني اول شيء ما بدنا نشوفك زعلان، لانه معودين انه انت تجيب لنا طاقه ايجابيه، كلنا بنعرف هيدا الشيء، فبدنا اياك حتى لو انت بهالظرف، هيدا الظرف بالعكس تيهزكم ويحرككم، ونحس انه هي هود الناس بحاجه انه يعطونا شيء جديد. فعلا انت من هون الناس اللي نحن ناطرين منه شيء جديد ان شاء الله، ناطرين منك. انت تسالني، انت دائما بتقلي طيب شو بدي اعمل، كيف بدي اعمل، بعرف انك عم تسال هالسؤال، ودائما بهمك انه تعرف راينا اذا نحن مبسوطين. اهم شيء عندي انا برايي لازم تعرف انه بدك تفتش جواتك بصوتك بكاركترك، انت تقعد مع حالك تقول انا شو معقول اعطي شيء جديد بالاكاديمي، لان انت شخص لذيذ صوته مهضوم، عم تعطينا بيرفورمانس حلوه، عم تعمل طبلويات حلوه، بس اوقات بنحس انه بعد بدنا شيء زياده، لانه خصوصا بس نصير بهالمرحله المتقدمه من البرنامج بنصير نطلب اشياء متميزه، اللي بيتميز واللي بيبقى. ميرسي.